السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر الجزيل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، رمضان مندسع ذي غيث نتيجة على ربيد شهر نقشة مدي سرسر بالرحمة وذي شهر ولد الإيمان ذي شهر قشو مغدي صوت ربي غرغرس نحن ربي ما تنشكر في اللس. هذا الشهر الذي تمنى الناس قديما أرمن ننت أتنسي ذي ربي غي صوت نحيف نطلب أغيعين كان كان كناث نكمل الخرد لهنا. هذا الشهر الذي ملام أنا بدك أبر غورس المعنى سيدي ربي أثن مشيم ذي نري من بلادنا في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي أسلما جميعا، وكان أحدهما أشد عبادة من أخيه، فغزى الذي كان أشد عبادة من أخيه فاستشهد، ومات أخوه بعده بعام ثم توفي، فرآهم طلحة في المنام وكأنه بهما عند باب الجنة. قال طلحة: ففتح باب الجنة فخرج خارج من الجنة ونادى للذي مات بعد أخيه بعام فأدخله الجنة. قال: ثم عاد فخرج مرة ثانية فنادى للذي استشهد فأدخله الجنة. قال: وبقيت وحدي. ثم خرج فقال لي: أما أنت فارجع. فلم يحن بعد. قال: فلما استيقظت تعجبت لما رأيت، فأخذت أقص على الناس ما رأيت فيتعجبون لمثل تعجبي. قال: حتى وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني فأتيته، فقال لي: ومما تعجب؟ قال: قلت: يا رسول الله، مات شهيدا وكان أشد عبادة من أخيه، ثم يدخل أخوه الجنة قبله؟ قال: يا طلحة، ألم تقل أنه عاش بعد أخيه عاما؟ قلت: نعم. قال: يعني أدركه رمضان فصامه؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: وصلى بعده أكذا وكذا 1000 ركعة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده للذي بينهما كالذي بين السماء والأرض. سنين دانا نكشم نغل الإسلام كيما واس وقسينا يغي لو قحرش نخر نجماس ويقحرش نطوط الجهة هذيك شمي جو هذي مثل الشاهد إزرات نورقاس كثر قيت أما كن وين يقموت وخامس يقيت شنغ الجنة قبل الشاهد إن عاجب داشي تسرقيت أي قزرة يحوفك أحدث ديف سرور ولوفار ينوتي فيه المثل الترقيت يغنب محمد صلى الله عليه وسلم إلو عايز دنيز داشي كيس عجب إن رسول الله دي الشاهد يرناني يحرش في العيبة دكتر نجماس بعد نجماس عليك شنغ الجنة قبل ليس إن ديه الناس وركدين يغلشيد السر. السر أنه ويقعاش أسقاس بعد جماس إسعانيون الرمطان زيادة في جماس إرنك سقاس نين يقعاش بارثير نجماس يركع يا ربي أكثر من 6000 ركعة. الصيام يين يقزل وتصل تين يقزل تين يتجنة الشمه الجنة قبل الشهيد في سبيل الله. الله أكبر. والحديث في صحيح ابن ماجه صححه الشيخ الألباني رحمه الله. شو سمى هذا الأمر ليس بخاص بذلك الرجل ماشي وين كان فاشي قهضر النبي شو سمى رمطانين تصلي مملقة انت قبل تربي في بنادم بالحجة تنقرا بالك هاتو غير كتب ربي من مثل الشهداء إيه مثلا يعرض أغضر بالصيامي يعرض أغضر بالصيامي أعظم من ذلك. في الصحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه
قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. قال: فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا. قال: ثم سمعته أنشأ جيشا آخر، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. قال: فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم سمعت أنه أنشأ جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. قال: فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا. قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، جئتك 3 مرات تترى، وأنا أسألك أن تدعو الله لي بالشهادة. يا رسول الله، مرني بعمل يدخلني الجنة، مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم، عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. وفي رواية: فإنه لا عدل له. شو سمعت ثلاثي بردان يتشفى هذه جهل في سبيل الله وليت مسافر هذا الشهيد. يقرص رسول الله دعي ربي ما يدير الشهادة ما يطرد الشهيد مثلا ورس الخبر داش يقسع الشهيد وربي من الأجر والثواب. إن ثلاثي بردان كان جهادة ورس مسافر هذا الشهيد. إن الدنيا أسبق لهم يكتب ربي بذن ثواب الشهيد داش يخدم إن دحوم فغضك وشبيح من بيهم فلسل زالي تربي السلاميس. إن الدنيا غسطورة غيدين يتشاخد ما غطمنا الجنة أقصد منه إن دي بغام يعجبسه ولا يمين بيه إن الدنيا أحد أرواح إن دو حد ظلمت مين حد رمطان في دار بوس يعني دار رمطان ظلمك يكلو يسعد إن دث النبري دين رمطان دبر ديك صلتنا في الجنة رجعنا ربي من الله فما نحن فيه والله العظيم غير يتمناه أهل القبور الموتى. قال ابن الجوزي رحمه الله: قالت الله لو قالت الله لو تمنى أهل القبور شيئا لتمنوا يوما من رمضان، لتمنوا يوما من رمضان. لو كان سيدي ربي ماذا عليها ضري وذاك يقول أن دوك وذاك هم عاشين السنة العبادة قبالك يقزولن ضدنا بالجماعية. سيدي ربي نسخ سيام ذا شي تبغي ما كي ما تقل ما كي كرام الدنيا أن من نغيوث الحاجة من سيدي ربي ذا شي تسمني أغدر تغدوني ماشي طول العام ينوس لرمضان لأنهم علموا أدركوا أحاطوا علما بفضل هذه العبادة وبعظيم شرفها وعلو قدرها وسمو مكانتها عند ربها جل جلاله. ولهذا من رفل سنك وهم من يومها عادي مدش يتسوى الصيام لأنه الصيام من ينزل من الدنيا وفنس بزكانس نكن يوم من الرام القارن دعي سن اللهم اغفر لهم وثبتهم معدا سيدي ربي نشيعات أين لن خدم القدر من صلاة وصيام وصدقة ومعروف وإصلاح وإحسان إلى الناس. صلاة نين فزر لي ثنين في بدر وثمة قروي إنسان الصيام نين يبدأ ثمة فزر ما والزكاة نين ثمة ثيف ثمة ثيف والصيام ثمة فزر ما الزكاة والخير يخدم القلغاشي وثمة يطارن كل واحد يخدم يثنين في 4 أنت يفك زكاة. والحديث في صحيح الترغيب والترهيبة رواه الإمام أحمد بسند حسن: إن تبغون الملكة نيغ سين نيغ منكر ونكر سقسين ورقزايا وتفنى لنسى رسكين لأنه يتوحفظ لأنه يسعى ويقدفع عن فلاس إلا ويشفع عن زيس إلا وين يتبدل وروق رويس قرس وحدث يتمسح حدث يسخلع ورقزايا من هالصيامي من هالصيامي فضلا أنه الجنة تورث كامل 8 تورث تورث كامل يوديك يقزلهم. وهذا تمييزا لهم عن غيرهم وتشريفا عن باقي وذيك ريك شمر الجنة. العبد مريم كتاد الحوش أي ما رد يويس الخبر إلا وكا ما رد يقر قر وميس ورفت لها ورفت لها ثم الشغيين باش يسيت روح حرام ضد في مانيس أكن وري الزرارة وين نديري ودي قرارة وين نقول أقلارة أوري قرارا يطرني سيقيني تخطر أذي تجاهد نفسيتي سكن بشوري تروزار أوري انقصار ولا جر الصيام.
فائدة استحضار هذا الأجر عظيم الثواب الذي ربي سبحانه وتعالى رتبه على الصيام حتى يشفق العبد على نفسه بأن يحرص إن كان يروح الخير أي مرة، لأنه نزرع يوثنا انت والي كان جاي من ديري من زمرست وداك رمطانيس يون وول كان كان هنا في الجلسيس ماشي برمطان كان راسيس سوى اسيس سوى غاك الدنيفيس. فما به يتحكم الصائم يعني في لسانه وجوارحه هو لما يتذكر ويتفكر الخير اي مره. نغي اخي السليم في الحديث نقاش اللي قرن بمحمد صلى الله عليه وسلم غير وسيك شمد غير كاليس وفاتناك الجماعه إني يسأل من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولمتى؟ قال المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والصدقة ويأتي وقد سفك دم هذا وشتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تسمى تنعصبت مع العذاب نغني تفارغ ثفاف تسمى طريا كموني قوطن غتالا من بعد رسوارا تسمى العبني نقوبا من بعد سنين ماشي تويدة سباط. من هذا الذي يقبل أن تكون حاله هذه؟ فهذا الصيام من عظيم منة الله من عظيم منة الرحمن على بني الإنسان. ولهذا عليه الصلاة والسلام يتوصين يتهني مرضي شمرن قال يتهني الأمة يقرأ سنها هذا يلحق الشرنين الخير إيهم الخير ذي لهنا ما راح تساعدين. أسأل الله عز وجل من وفقني وإياكم لصيام أيامي وقيام لياليه، ونسأله سبحانه أن يجعلنا فيه من وتقائه من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.